السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اليوم إن شاء الله جبت لكم مشروع زوين وفكرة زوين على هذا المشروع. وأي مرأة مغربية أو عربية كديروا هاد الفولار تاع سيف حياتي كديروا في البيت ديالها، ومعروف عند المغربيات كيخدموا في الديور ديالهم. وانا جبت لكم هذه الفكره وجبت لكم هذا المشروع الزوين والرائع وافكار فيه زوينه. اختي الكريمه، لما ما تنضجت تخدمي على راساتك؟ عندك شي صنيعه في يدك، علاش ما تنضجت تخدمي على راساتك وديري تنتيا شويه الفلوس في يدك؟ او البنت اللي كتكون في دارهم واخا كيعطيوها والديها كتبغى شي حاجه كبيره تزيد تشريها، لما الانسان يكون عنده واحد الصنعه يعني يروج راسو. خوتي خواتاتي، هذه الفكره تاع المشروع هي ديال الزيوفات حياتي هما هادو. جاتني واحد الفكره، انا هادو دياولي يعني كنشريهم، وقلت لي مالا كنت كنطوي شي حوايج هما يبانوا لي، قلت لي مالا ما نوضش انا نشارك معكم. وهاد السيف حياتي بحال قاصو لي شويه الريحه في هذاك اللون تاع الصفوره، دابا نحيدو ان شاء الله. المهم نوريكم هاد الطرق ديال الزيوفه ديال حياتي وكيفاش كنشوفو مع الناس وكيفاش كنشريهم. باش اللي كتعرف دير زيوفات حياتي من الاحسن دير المشروع ديالها. وانا كنشوف الناس بزاف اللي كيبيعوهم بزاف ما شاء الله، يعني زوينين وفيهم يعني فيهم البركه. وانا الاخواتي دابا عندي هاد الانواع تاع الزيوفه، هاد زيوفات حياتي فيهم الخدمه وفيهم الانواع. وكان الزيف حياتي تيكون عادي في الاول، دابا تقدم ولو كيخدموا انواع. ودابا نقدم لكم انا هاد الزيوفه بحال هذا، وراه بحال الحايك، يعني المراه تكون محتارمه راسها تغطي الظهر ديالها يعني الراس ديالها ما يبانش، يعني كيبقى محتارم الشعر ديالها وداك الشيء. هذا راه حايك كبير، هذا هو، وهذا يعني بالعقيق والاخر بالسينتا. وكانوا زيف اخر، يعني زيف حياتي كان بالشان والزيف ديالو ديال تكون تاع العرايسه تاع المراه اللي كتولي كتكون نفسها كدير الزيف التحتاني وكتولي دير الشال عليه. يعني كاين انواع ديال هاد الزيوفات حياتي، يعني الناس تفنوا فيه تبارك الله. وليت كنشوف انا الزيوفه ما شاء الله، يعني انا من طبيعتي كيعجبوني الزيوفات حياتي، كان ضروري يكونوا في الحمام. وكنشوف النساء بزاف اللي كيحزموا بهم يعني الشعر ديالهم ملي تيكونوا خارجين من الحمام، يعني راه الناس تفنوا فيه ولاو انواع ديال الزيوفات حياتي. ودابا هذا المشروع كنتمنى اي اخت في الدار ديالها اللي مالا تكون عندها تصنيعه تنوض دير مشروع. انا شفت واحد السيده كانت ساكنه حدانا في الجاره ديال الوالده، تبارك الله ما شاء الله كتخرج الذهب من يديها من هاد الزيوفات حياتي، ومعروفه. ومن كيجيو يشريو من عند الناس كيوليو يلقاو الناس فين شريتو هاد الزيوفه، تيقولوا من عند يعني من عند فلانه، كيقولوا كل نهار يشرو عندها لان هذا الخدمه زوينه. يعني عندها الخدمه زوينه، كيجيو عندها الناس كل نهار تبارك الله وما شاء الله، يعني كتزرف في الخدمه وكتسربي بزاف على الخدمه ديال هاد الزيوفه، ويعني وخدامه مزيان والناس كون يعني كيجيو عندها دايره الكليان ديالها ودايره المعرف. علاش؟ لان عندها الخدمه زوينه. والاخت ديالي علاش ما تنوضيش تخدمي على راساتك؟ عندك هاد الفكره تاع الزيوفه، شنو غندير؟ يكون عندي واحد المبلغ وناويه ندير مشروع.
نحطه بوحدو داك المبلغ، وغنمشي للحانوت اللي كيبيع كرجة الزيوفة تيكون مفصلهم. انتي هتشري الزيوفة في حياتي كرجة، يعني هتشري بزاف، كيبيعهم سامبل يعني مفصلهم على يدو، حاطهم راه تيكونوا في اي مدينة. داك اللي تيكون تيبيع الطلامات والخوامي، المهم تيبيع بزاف الحوايج، هذاك هو اللي كتلقاي عنده الزيوفة في حياتي، تيكون عنده كرجة. انتي عديري واحد المبلغ وغتمشي عنده وغتجيبي دوك الزيوفه كاملين، وغتبدي تخدمي على راساتك وتفني، وخدمي على الانواع، خدمي ديال العقيق، خدمي ديال السينتا، خدمي ديال الحرير، خدمي الزيف التحتاني والشان ديالو تيكون ديال العريصات، خدمي هادو اللي ولاو جداد دابا كيديروا لهم واحد الديكور بالزقلي، كاين بحال الشان الكبير ولا دابا شانات كبار تبارك الله كيديروهم النساء الكبار او الصغار، المهم اللي كيكونوا محترمين راسهم. يعني تفني في الزيوفه وفين عديهم. دابا بحال مولات الحمام، انا دابا شحال من مره شريت زيف حياتي من الحمام، كنكون خارجه من الحمام كان تسكن المراه حاطه الزيوفه تما، تكون الحمام حداكم، تمشي تقول للاخت اللي في الحمام اختي راه نجي نحط عندك شي زيوفه، تنظن ما ترد لكش، تقول لك مرحبا، تمشي تحطيهم عندها وديري الانواع تحطيهم عندها، ولكن حطي حاجه زوينه وتما تبقاي تخدمي، تما يبقاو يشريو الناس، ولكن ديري شي حاجه زوينه. تاني المراه اللي كتخدم الزيوفه كتكون تتفرج في الشارع، انا شريت من عند المراه من الشارع، تبارك الله وما شاء الله على دوك اليدين، كتخدم بالكروشي والمهم الانواع، شرينا ثاني من عندها. غتكون ثاني الا كانت عندك الفكره، لكن تيك عندك الفكره كتخدمي برا وتتبيعي برا، ثاني تخدمي وتحطيها برا، كل واحد والافكار ديالو. بحال مولات الحوايج تقول لها اختي غنحط عندك شي زيوفه، تما يبقاو يعرفوك الناس ويبقاو يجيو عندك حتى للدار ديالك. هذا هو البيع والشراء، ضروري تحركي، ولكن تحركي بواحد المبلغ وتبارك الله راه معروف المغرب كلشي كيدير زيوفة في حياتي. انا دابا يعني وريتكم كيفاش ديروا الطريقه ديال الزيوفه، بحال هكا مولات الحمام شي وحده عندها الحانوت تما باش يبقاو عارفه يبقاو يجيو عندك لدارك. انتي ديري خدمة نقية، خدمة زوينة، خدمة متولة، وتبارك الله دابا أنواع ديال السيوف أنا هادو تنشريهم، شريتهم من عند مولات الحمام، مهم من عند مولات الحانوت، كتكون عند شي وحدة عندها في الدار تتخدمهم، شريتهم علاش؟ لأن عندها خدمة زوينة. عندي سيري عند مول الحانوت اللي تيكون تيبيع كرجة، عاد تاخدي داك المبلغ اللي تبدي بيه المشروع، عاد تشري بزاف صافي، وتحطهم في دارك، ويكون عندك الحرير، العقيق، الكروشي، المهم هما انواع، كاين كيتخدم بالعقيق، كاين كيتخدم بالكروشي، كاين كيتخدم بالحرير، كاين كيتخدم بالسينتا، كلشي عاد شريه وتحطيه حداك وتبداي تخدمي مشروعك. تما غتبقاي تحط الفضل بوحدو وراس مالو بوحدو، نتوما عارفين هذاك يعني. المهم انا شرحت لكم، وباقي واحد الزويف عندي ما جبتوش هو هذا الصفر. هذا انا هذا تاني شفت عند واحد السيده دايره في الشعر ديالها، سولتها قلت لها اختي منين شريتي، قالت لي مع داك السيده مشيت عندها، يعني هكا تينوض الرواج على الخدمه تكون نقيه تبارك الله وما شاء الله، يعني وربي يكون معك، والانسان دائما بسم الله ويبدا ما يعقش، يعني نوض وتحركوا. وكنتمنى اي مراه مغربيه او عربيه اللي عندها شي صنايعه في يديها نتحرك وتخدم وتعاون راسها، ما فيها التعب، انسان بزاف انسان كيحتاج شي حاجه ما فيها التعب، يعاون راسو بمشروع تيكون صغير شويه تيبدا يكبر. يعني عندنا واحد الصناعه في يدينا، لما لا ما نعاونوش راسنا. وهادو هما الزيوف اللي شاركت معكم، هادو ديالي كنت كنطوي نطحت عليا هاد الفكره، كنت نشاركها مع الاخوات ديالي، وهادو هما الشعنات والسيوفة. المهم نوضو عاونو راسكم، وراه مشروع زوين وراه فيه الفلوس، وشريو الزيوفة كرجة بحال هكا وبداو تخدمو على راساتكم،
وكنتمنى هذا الفيديو يتبرطاجا وتجي ان شاء الله الجديد باقى افكار زوينه وباقى انصحكم بمشاريع زوينه، يعني مشاريع صغيره تبداو تكبروا تكبروا يعني ربي يسهل عليكم. انا هذا السيف الصفر عجبني، شريته من عند واحد السيده، هذا شريته من الحمام، هذا وصيت عليه هذاك الكبير وصيت عليه واحد السيده، هذا هو المهم يعني كنوصي كاين اللي كنشري، المهم كنعرف الناس اللي كيديروا المشاريع بحال هادو وربي كيعاونهم عين تكون خدمه زوينه وكل شيء يجي عندك. وخوتي خواتاتي تقاسمت معكم هذا المشروع البسيط، كنتمنىكم دعموني بلايك وفعل الجرس وصلكم الجديد وبرتاجيو هاد الفيديو باش يوصل الجديد ان شاء الله، وباقى الجديد ان شاء الله وباقى افكار زوينه وباقى نصائح زوينه. وشكرا اللي كيدخل يدعمني وكيكتب لي تعاليق زوينه، كنشكره بزاف. وهادو هما الزويفات يعني او الدرات او الفولارات، هما هادو ديال الحمام وديال العرايسات تبارك الله العروسه او المراه اللي كتولد كدير الزيوفه، يعني ضروري كدير الزيوفه ديال الحياه لان شويه كيزيروا الراس وكيديروا في الحمام ما شاء الله، يعني كنحتاجوهم هاد الفولارات او الزيوفه كنحتاجوهم بزاف ديال حياتي، راهم زوينين. واي مراه مغربيه كتلقاي عندها في الدار زيوفه حياتي، وما شاء الله راه الناس كتخدمهم بزاف معروفين، ولكن انا عطيتكم فكره المراه اللي تتكون مسكينه ما عارفه اليوم وما كتزعمش ضروري انه تزعمي وانه تخدمي على راساتك، ما فيها تعب، انسان عنده صنعته انه يخدم ما فيها تعب، خدمة الحلال ما فيها تعب، وإنسان يزعم في الأول يعني عبدا يتشجع. وكما قلت لكم شريو قرجة من عند اللي كيبيعهم وبداو تروجوا راسكم، ديه لمولة الحمام شي وحدة عندها الحانوت، إنسان اللي كيفرش برا ما فيها تعب، إنسان يخدم على راسه، راه فكرة زوينة ديال زيوفة حياتي و كيخدموهم تبارك الله الناس، يعني كيخدموهم الناس بزاف. وانا عطيتكم هذه الفكره وراه فكره زوينه تبارك الله. وهادو هما الزيوف اللي شاركت معكم، يعني راه ما شاء الله راه زوينين، تي كنحتاجوهم بزاف، يعني بزاف كنحتاجوهم. يعني انسان عامل يجي يبدا يدير المشروع تاع الزيوفه يحاول ينوع، عمره ما كاين الانواع ما بش هاد مول المحل راه فيهم الانواع، وبالصحه والراحه ومع السلامه.